أخي يستلم مني 1000 ريال سعودي، ثم أخي يستلم من شخص ثاني تابع الشخص الأول من قيمة 1000 ريال في مصر في نفس التوقيت، عبد الوهاب جائز. لكن إن كان هناك فارق زمني لازم توكل الأخ اللي في السعودية أن يحول لك ويرسل لك، يبقى هو وكيل ويأخذ أجرة الوكالة. وإلا فإذا كان يدا بيد لا بأس، يعني يدا تسلم في السعودية في نفس التوقيت زميلك في مصر يستلم من مندوبه لا بأس، كان في تفاوت زمني له.